السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياه. اليوم سوف نقدم برنامج لتعلم الفرنسية المخصص للعائلة والاسم. إذا للبدء نقوم بالضغط على الزر التالي. أضع كل كلمة في المكان المناسب لها. إذا لنذهب إلى الكلمة الأولى. إذا لنستمع. Mon père. إذا لنعيد. Mon père. إذن ماذا تعني الكلمة mon père؟ إذن أين نضعها؟ نعم أحسنتم أبي، أحسنتم أبي. لنستمع إلى الكلمة الأخرى ma mère. إذن لنعيد ma mère. إذن ماذا تعني ma mère؟ ماذا تعني؟ أين نضعها؟ نعم أحسنتم أمي، نعم أمي. إذن لنستمع إلى الكلمة الموالية mon grand-père. إذن لنعيد mon grand-père. إذن ماذا تعني؟ نعم أحسنتم جدي. لنذهب إلى الكلمة الأخرى ma grand-mère. ma grand-mère. إذن لنعيد ma grand-mère. نعم ماذا تعني؟ أحسنتم جدتي، نعم أحسنتم جدتي. إذا لنذهب إلى الكلمة الأخرى. إذا لنستمع mon frère. إذا لنردد لنعيد mon frère. إذا ماذا تعني؟ نعم أحسنتم أخي. لنذهب إلى الكلمة الأخيرة نعم ma sœur. ma sœur. نعم إذا لنعيد ما سير. نعم إذا ماذا تعني؟ أختي، أحسنتم. إذا لنضغط على زر إرسال الجواب أحسنت. نعم إنها إجابة صحيحة. إذا لنتابع، لنضغط على زر تابع. أضع كل كلمة في المكان المناسب لها. إذا لنستمع إلى الكلمة الأولى les cheveux. إذا لنعيد les cheveux. إذا ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ نعم أحسنتم إنه الشعر. لنستمع إلى الكلمة الأخرى le nez. إذا لنعيد le nez. إذا ماذا تعني؟ نعم أحسنتم إنه الأنف. لنستمع إلى الكلمة الأخرى la bouche. إذا لنعيد la bouche. إذا ماذا تعني؟ نعم أحسنتم إنه الفم. إذا أين نضعها؟ نعم. لنستمع إلى الكلمة الأخرى les yeux. les yeux. إذا لنعيد les yeux. إذا ماذا تعني؟ نعم إنهما العينين. إذا أين نضع؟ أحسنتم. نستمع إلى الكلمة الأخرى le front. le front. إذا لنعيد le front. أحسنتم. إذا أين نضعها؟ نعم أحسنتم إنه المكان المناسب. نستمع إلى الكلمة الأخرى les dents. les dents. إذا لنعيد les dents. إذا ماذا تعني؟ نعم أحسنتم إنها الأسنان. نستمع إلى الكلمة الأخرى les oreilles. إذا لنعيد les oreilles. إذا ماذا تعني؟ نعم أحسنتم إنهما الأذنين. لنذهب إلى الكلمة الأخيرة la langue. إذا لنعيد la langue. إذا ماذا تعني؟ أحسنتم إنه اللسان. إذا لنضغط على زر إرسال الجواب أحسنت. إذا أحسنتم أصدقائي، إذا إجابة صحيحة. إذا لنضغط على زر تابع. أضع كل كلمة في المكان المناسب لها. إذا لنستمع إلى الكلمة الأولى le ventre. إذا لنعيد le ventre. إذا ماذا تعني؟ نعم أحسنتم إنه البطن. لنستمع إلى الكلمة الموالية le bras. le bras. أحسنتم. إذا ماذا تعني؟ نعم إنه الذراع. لنستمع la main. إذا لنعيد la main.
إذا ماذا تعني بأن يقول لعب لها اليد؟ La jambe. La jambe. إذا لنعيد la jambe. إذا أين نضعها؟ نعم إنه المكان المناسب. نعم أحسنتم. Le doigt. إذا لنعيد le doigt. Le doigt. إذا ماذا تعني؟ نعم إنه الأصبع. ثم أخيرا le pied. Le pied. إذا لنعيد le pied. نعم إنه القدم. إذا لنضغط على زر إرسال الجواب. أحسنت. نعم إذا إنها إجابة صحيحة. إذا لنضغط على زر تابع. أحسنتم. أضع كل كلمة في المكان المناسب لها. إذا لنستمع إلى الكلمة الأولى لا بوس. إذا لنعيد لا بوس. إذا أين نضعها؟ نعم أصدقائي أحسنتم. لنستمع إلى الكلمة الأخرى لانولار. إذا لانولار. إذا لنعيد لانولار. إذا ماذا تعني؟ نعم أحسنتم. لنستمع إلى الكلمة الأخرى لاندكس. لاندكس. إذا أين نضعها؟ نعم لوريكولار. إذا لنعيد لوريكولار. إذا أين؟ نعم أحسنتم. لنستمع إلى الكلمة الماجر. إذا لنعيد الماجر. إذا أين نضعه؟ نعم. إذا لنضغط على زر إرسال الجواب. أحسنت. إذا أحسنتم إجابة صحيحة. إذا لنضغط على زر تابع. أحسنت. نتيجة ممتازة. إذا أحسنتم أصدقائي نتيجة ممتازة 10/10. إذا لاستعمال البرنامج يمكنكم تحميله من الرابط الذي يوجد في الأسفل. إذا إلى اللقاء أصدقائي. إلى البرنامج المقبل إن شاء الله. إلى اللقاء.